خرجت المذيعة ريهام عياد وهجمت البلوجر سارة محمد واللي فقدت بصرها مؤخرا بسبب حادث تعرضت ليه مع خطيبها. وبدأت ريهام عياد كلامها قائلة: من كام يوم حصلت حادثة لميني بلوجر، وذكرت كلمة ميني بلوجر علشان تقلل من سارة. وفي كلامها لمحت وقالت ان سارة بتكذب، واستدلت على كده ان الداخلية والشرطة ما اصدروش بيان بضرب النار على سارة وخطيبها، وقالت ان البلوجر دول حواراتهم كتيرة وما بتخلصش، وبيحبوا يطلعوا كل شوية يعملوا شو وترند من غير ما تراعي ظروف سارة ولا اللي حصل ليها. بالرغم من ان الاعلامي عمرو اديب اتكلم في اللي حصل لسارة، والاعلامية ريهام سعيد استضافت سارة وقالت اللي حصل لها، وشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجوم كبير على ريهام عياد، واتهموها ان هي اللي عايزة تعمل شو وترند على حساب بنت كل ذنبها ان حصل لها حادثة. بس للأسف حادثة مأساوية دمرت مستقبلها. وكانت تعليقات الجمهور كالتالي: يا شيخة حرام عليكي، انت مين يعني علشان تقولي مين بلوجر؟ ما انت زيها، لولا ان ربنا كرمك بشوية مشاهدات وبقى ليكي فقرة وبرنامج في قناة ما. طيب احترمي مشاعر اهلها، وازاي والدتها هيكون احساسها لما تشوفك بتقولي على بنتها كده؟ حسبي الله ونعم الوكيل في اللي ما عندوش قلب يحس بغيره.